حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من قدرة التحالف المتنامي بين روسيا والصين اللتين تشكلان أكبر منافسين استراتيجيين وعسكريين لواشنطن وحلفائها على تغيير النظام العالمي، على غرار القرار الزلزالي الذي اتخذته الولايات المتحدة في السبعينيات بتطبيع العلاقات مع الصين الشيوعية فيما عرف باسم لعب ورقة الصين لإحباط الاتحاد السوفيتي. وأظهرت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو استعداد بكين للعب ما يمكن تسميته بطاقة روسيا لمواجهة ما يعتبره الرئيس الصيني محاولات أمريكية لتطويق الصين واحتواء اقتصادها وصعودها العسكري، الأمر الذي يتطلب استعداداً من الولايات المتحدة وحلفائها للرد على هذه الخطوة بحسب ما ورد في افتتاحية الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار. وفي الوقت الذي تخشى الصين من محاولة الولايات المتحدة إنشاء الناتو الهندي والهادئ عبر سلسلة اتفاقيات الدفاع الآسيوية من الفلبين إلى أستراليا، فإن روسيا تعتبر توسع الناتو باتجاه الشرق تهديداً وجودياً لها، وهو المبرر الرئيسي المعلن لغزو أوكرانيا. وتراجعت الآمال الضعيفة في إمكانية لعب الصين صاحبة المواقف المؤيدة لروسيا لدور صانع السلام بين موسكو وكييف على غرار مساعيها الناجحة في التوسط بين إيران والسعودية، بعدما لم يبدي الرئيس الصيني الذي زار موسكو لثلاثة أيام أي اهتمام بزيارة أوكرانيا. تختم واشنطن بوست افتتاحيتها بالتأكيد على أن الثقة الصينية الروسية في تفوق أنظمة الحكم الأوتوقراطية الخاصة بهم وازدراء نظام عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة عوامل مشتركة تجمع البلدين اللذين يمتلكان ثالث أكبر مخزون للأسلحة النووية في العالم.